عمل بتعمل شغل حلو قوي. لو انت زودت حتى ده كده وجينا عملنا بلاي هتمشي، وبعدين فجأة تروح. طبعا الكلام ده لان انا رحت على تشينج انجل، اقلله شوية هلاقي الدنيا بالمنظر ده كده، تمام بالشكل اللي احنا شايفينه. ممكن ازوده سنة، اخد شيبس تانية، ممكن اروح على الهيدنج ثريش هولد وازوده شوية، هاخد شيبس تانية خالص. على البيتش ثريش هولد فاريشن، وهكذا بالنسبة للنتوركينج. طب هو على كده بس؟ لا. طب امال ايه؟ ممكن لو احنا رحنا خدنا سفير، رحت على النتوركينج وقلت له انسايد فوليوم وخدت السفير اوبجكت وعملت لها هيدن، وجينا عملنا كده هيشتغل بس جوه السفير، هيبقى شغال بس جوه السفير بالمنظر اللي احنا شايفينه. طبعا ممكن تغير بقى زي ما انت عايز، ترجع هنا تاني وتغير زي ما انت عايز. هنا حاجة اسمها check if inside، هي دي مهمة علشان لو في بارتكلز خرجت بره السفير، تمام. بمعنى على سبيل المثال لو انت مثلا جاي الاميتر ده وحاطط له فايبريت تاج، تمام، طبعا كده حاجة هبلة اساسا، تمام بالشكل ده كده في بارتكلز هتخرج بره السفير. بس اعتقد ان دي لو عملناها 300 قطعا هتقبضت، خرج شوفوا بتخرج وهترجع. طب انا مش عايز البارتكلز دي تخرج اصلا، يعني انا مش عايز البارتكلز دي تخرج بره السفير اساسا، فاحنا عملنا كده. فانا كل حكايه عايز اقول له اللي يخرج شيله، معنى كلمه اللي يخرج شيله معناها ان انا هروح اقول له اكس بارتكلز، وفي الحاله دي انا عايز question. في الحالة دي أنا عايز question dynamics other objects. جميل، هروح على x particle و هنزل system. واضح إن ال null objects دي فيها شوية حاجة كويسة. هاخد a network تحت modifier، هاخد ال sphere تحت other objects، هاخد ال trails تحت generators، وهاخد ده تحت الاميترز. في الحالة دي هروح على الكويشن، أو هروح على الاميتر نفسه وأروح على الكويشنز وأقوم قايل له اد كويشن. الكويشن على البارتكل داتا، لأ على البارتكل بوزيشن. هنا في البارتكل بوزيشن أنا كل اللي أنا هقول له عليه حتة انسايد فوليوم. ليه؟ ما هو أنا هنا بقول له انسايد فوليوم، فأنا هاجي على ده على الكويشن وأقول له انسايد فوليوم، هقول له المود. لو البارتكلز كانت اوتسايد الفوليوم، لو كانت بره الفوليوم اد اكشن، اديتور لا، اذر اكشنز اديتور اونلي لا، انا عايز اروح هنا الاذر اكشنز كنترول موديفاير اكشن، اتراكتور لا، انا عايز كل تمام، عايز اقول له كل موديفاير. يعني لو خرجت بره اعمل لها كل. هو كده صح ولا انا غلطان؟ مش عارف. شيل الاكشن ده واروح هنا اقول له اد اكشن دايركت اكشن، مفيش اذر برضه مفيش. هو انا متأكد ان هي هنا كنترول موديفاير اكشن، هو كل موديفاير، بس انا متهيألي كل موديفاير ده مستني مني الموديفاير اللي انا هوقفه، انا مش عايز اوقف موديفايرز. طيب انا اعتقد انه مش هيبقى ده. امال هيبقى ايه؟ اد اكشن، وانا عايز اقتل البارتكلز اللي تخرج
مش الموديفاير في الاذر اكشن دايركت. مفيش حاجه تخص السبان اللايف سبان تشينج لايف. تمام تشينج اهو تشينج لايف. في التشينج لايف هيقوم مطير البارتكلز. لو جينا نبص كده انسايد انا ما خدتلوش الاوبشن صحيح. يبقى كده احنا تستتنا. بس بالمناسبه دي عمرها ما هتشتغل غير لو انت معلم على ده. لو شلت دي هيخرجوا ما خرجوش. طيب يبقى احنا كده اشتغلنا على شويه حاجات ادفانسد شويه في الاكس بارتكلز، وعرفنا شويه موديفايرز، وعرفنا شويه جنريتورز. ان شاء الله نبدأ ندخل مع بعض في حاجات اعمق من كده، خصوصا في شغل الجيومتريز من المحاضرات اللي جاية ان شاء الله.